دي بقى النقطه كابتن اللي انا بكلمك فيها. النادي الاهلي عنده ارتباطات في الدوري، عنده بدايه من يوم 23 حتى يوم 29، يعني ام بي، طلائع الجيش، سيراميكا. انا يمكن كنت لسه بتكلم في النقطه دي، طبعا قلت يمكن ثلاث امور مهمه جدا النادي الاهلي يتبعها في الفتره الجايه. جزئيه طبعا اللاعبين وتركيزهم زي ما انت حتى قلت كده، وفكره انك بتجهز للماتش بشكل قوي، لانك بتلعب فريق كبير وفريق ليه خبرات برضه وتاريخه كبير في بطوله افريقيا. تاني حاجه الساعه الكامله والجمهور يخش بساعه كامله. تالت حاجه كابتن ماتش السيراميكا اللي هو يوم 29 قريب قوي قوي من يوم 4، فانت لا قدر الله يعني برضه لو تاجل اعتقد ده هيكون في فايده للنادي الاهلي في تجهيز مباراه زي كده. تتفق معايا كابتن؟ تتفق معايا؟ اتمنى طبعا يبقى في تاجيل، يبقى اخر اسبوع للفريق اللي هيلعب افريقيا لازم يبقى ياخد راحه تماما عشان يشتغل بشكل كويس. وحتى لو في مباراه، فكره بقى الروتيشن، يعني الغلطه اللي عملناها قبل كده كان عندنا بطوله افريقيا وكان عندنا ماتش المقاولين ولعبوا الاساسي وبعدين سافرنا يعني اللخبطه دي بتعمل الروتيشن في الوقت ده مطلوب. اللعيبه اللي انت مركز عليها في افريقيا لازم تديها جرعه قليله جدا في مباراه الدوري. انت عندك رصيد في الدوري يحميك شويه من اي سقطه، لكن في افريقيا دي حياه وموت يعني زي ما بيقولوا. فبالتالي الاولويه دلوقتي لافريقيا، بس ما يعني كمان لسته وقائمه النادي الاهلي كبيره باولاده بلعبته، ممكن يدي فرص للعيبه بقى لها فتره محتاجه تدخل، محتاجه لياقتها البدنيه موجوده بشكل جيد في التدريبات، فيقدروا ما عندهمش اي ضغوط من المباريات يقدروا يشاركوا فيها بشكل كويس ويسيب اللعيبه. ده لو ما تاجلتش وما تاجلش لقاء سيراميكا. ده لو ما تاجلش، بنتكلم الاولويه في التاجيل، لان التاجيل ده شيء اساسي، لان انت النادي الاهلي هو بيلعب باسم فريق مصري بيتوج للوصول لكاس العالم، طبعا ده اكبر تكريم وشرف للكره المصريه كلها. فاتصور اتحاد الكره اكيد هيراعي هذا الموضوع، ورابطه الانديه ان شاء الله تراعي هذا الموضوع، لان النادي الاهلي نادي كبير ومحتاج ان هو يعزز قوته بالراحه الاسبوع دي ان شاء الله. طيب هاخدك بقى في النقطه الفنيه.